كاتب العام للنادي الافريقي سيمي دمقدمي. كنا نحكيو قبل الاخبار على الوضع المالي الافريقي، دونك حكيت لنا شويه انت سيمي، زين نجم نشوفوا اضرابات في الايامات الجايه ولا تجاوزناها الحكايه هذه؟ لوجيكمون تجاوزنا. على شنو تفهمت بالضبط؟ خلا يا اخي هو المفاهمه شنو هي؟ هي امور ماليه راهي. اي باش تعطي باش تعطيهم فلوسهم كيفاش؟ امور ماليه معناها لازمك تعطيهم فلوسهم، فهمتكم؟ تو فابا ايشابي يا ساره. لازمك تعطيهم فلوسهم، لازمك توفر الموارد، واللاعبين زاد كيما وقفوا معنا قبل راهو باش يكملوا يوقفوا. ومتفاهمين هما وضعيه النادي. متفاهمين علاش قربوا؟ علاش قربوا؟ باش تلوم زاد ان جوار هذاك سوسون دي جوار بروفيسيونيل. دي جوار بروفيسيونيل هذاك مورد رزقهم. يقول لك انا خوينا زاد نحب شهريتي، ما باش تجي العبد يقول لك حب شهريتي وتقول هو ظهر لي اكثر من شهريتي، طيب وحتى فلوس نتاع البريمات نتاع مناول ظهر شو صار لي بريم. هي الاشكاليه في البريم، هي ريال مول الاشكاليه في البريم. اي شنو شنو فهمتوا بالضبط؟ وقتاش باش تعطيو؟ تعطي لهم اجل حاجه هكا ولا لا؟ الاجل انا ما نجمش نجاوبك عليها خاطر هو غزل معناها الاجل. هو اجتمعوا من بعد مع مسؤولين النادي وبداوا يلقاو في الحلول معناها باش يخرجوا من الوضعيه هذيك. هو لو بلوز امبورطون راهو سي دو ريسبكتي لي زونجاجمون معناها كونتراكتويل نتاع الشهري. معناها كي تعطي الشهري وتعمل لي زيشيونسي نتاعك بطريقه معقوله الشهري فما خمسة شهور توا ولا اقل شوي؟ لا اقل اربع شهور، ما يخصوش السنه، يخصو عام نول. السنه معناها قاعدين ياخذوا في الشهري. فهمت. هي ديون متراكمه من وقت حتى سليم الرياحي ديما قاعد شهرين تبع بشهر. هو الاشكاليه كل راهو ديون متراكمه خاطر الكونتينيتي راهو معناها نتاع ليزيكزيرسيس الكونتينيتي. انت تجي تصح كونتراتو على ثلاث سنين ولا اربع سنين ولا خمس سنين نابورت كال كونترا معناها تو دوا لو ريسبكتي. اذا قبلك ما خلصش انت راك اللي باش تخلصه، ولا عبي يقول لك هذاك حقي ما تنجمش تقول له لا راه ماهوش حقك. صحيح. دونك تفهمتوا نهائيا ما عادش نشوفوا نجم نشوفوا الضربات اللي صارت الجمعتين التالية. لا ربي ما عادش نشوفوا الضربات اللي صارت. باهي بالنسبة للديون اللي في الفيفا كما الوام اللي في التاس ولا اوندما كيف وماركو سيموني والستاف اللي معاه، فما خطة باش تخلصوا الديون هذايا ولا باش يقع طويلة على الجمهور ولا كيفاش بالضبط؟ هو الكونت اف تي اف اللي تيج جوسكا ماتنو مازال محلول. دونك تنجم العباد تساهم. اما زاد باش تطالب توا انت جماهير معناها باش تزيد تصب. الجماهير راهو اللي عملته راهو حاجه من فوق العقل، حاجه من فوق العقل معناها. هو لو كان مش 6 مليارات هذوكم نتاع الجمهور وين شنو كان نجم يكون مصير نتاع النادي الافريقي معناها؟ مصير النادي الافريقي كان غامض. كان غامض غامض. ولو انه نذكر ان برنامج تاع الهيئه هذه قالوا اول اهم حاجه نقطه في برنامجهم تسديد الديون معناها هذه معناها. راو انت تنجم تعمل برنامج ومن بعد تجيك ظرفيه يجيك ظرف معين يخليك تون ريسبكت با لونجاجمون هذاك ولا تتعطل فيه ولا خاطر انت تبدا معمل على قود استشهار ما جاتش، تنجم تعمل على مداخيل مباريات ما جاتش. انا راه فما وضعيات ما فهمت. اما لو بلوز امبورطون اللي هو راو لو كونت اف تي اف اللي تيج عطاه الفرصه لاحباء النادي باش يوريو اللي راهو جمهور النادي الافريقي معناها الانتماء نتاعو للنادي. ما انتماء معناها ما تنجمش انت تخيلوا في مخك خاطر الله اللي صار بالحق. انا اللي صار معناها نشوف فيه معناها كل يوم وقتها حاجه راهو غير عاديه. وبينت زاد حاجه اخرى اللي راهو معناها النادي الافريقي نجم كان يعمل على جماهير حتى الوقت ايش يقعد محلول الكونت. الكونت نورمالمون ما نعرفوش حتى الوقتاش محلول خاطر الكونت راه في يد الجامعه ماهوش في يد النادي الافريقي. هذا تنجم تجاوبك عليه الجامعه التونسيه لكرة القدم. اما مادام محلول احنا النجم معناها الجمهور ينجم يكمل لي زاكسيون نتاعو زاد المجهود الهيئه المديره تقوم زاد بالمجهود نتاعها وفما معناها ثم مساعي ونقاشات باش يتم معناها وضع خطة لخلاص الديون هذيك ولا التنقيص فيها ولا نلقاو جدولة مع الناس هذوما معناها كيما مارسيليا كيما عندما هو أول إشيونس مارسي في مارس هكا في مارس نورمالمون في مارس 3 مليارات و 200 اسكو جاهزين الأموال فما خطة اليوم باش تعملوها شنو بالضبط؟ موجودة خطة ما إن شاء الله معناها إن شاء الله نجم نطبقوها. اللي هي شنو هي؟
التويقة الإعلان عليها الخطة هذيك، خاطر ما نجموش نحرقوا معناها نحرقوا ليزيتاب نحرقوا ليزيتاب. التويقة الإعلان عليها في وقتها، فما خطة موضوعة باش نحاولوا، هي محاولة وكل شيء في الدنيا هذه محاولة. ما كي تقولي محاولة تجي تخطف تنجم ما تخطفش، معناها ما هو هذا ديون معناها لازم تتسدد، معناها 300 200 مبلغ كبير، معناها نفهم اللي مش جاهزين توا عند الهيئة. لا في الظرف الحالي، في الظرف الحالي انا على حسب معلومتي راهو باش نجاوبك على حسب معلومتي 3 مليار دوات و200 توا في الوقت الراهن ما تنجمش تلقاهم في كاس النادي الافريقي. اما بور بلانيفي النجم نجاوبك، بور بلانيفي إلي أن أون بلانيفيكاسيون، إلي أن أون بلانيفيكاسيون دو تال سورت كي نخطو ليشيونس هذيك نلقاو كيفاش نجيبها. أما راهو زادا لازمك تثبت راهو ثما لجل الغد، معناها ما مش راهو لجل هذاك ماهوش فيكس. لا مش ماهوش فيكس، سي با أون دات بيتوار، سي با أون دات بيتوار معناها يتخلص وقتها يا سيدي. معناها نجم تجيك بعض تنبيه وتبعث انت حيثيات باش نجم توخر لو ماكسيموم هكا، توخر لو ماكسيموم انت تربح شويه نفس فهمت. ماكسيموم تاعنا قداش نجم نوخر معناها كذا شهور تولي في جوان في الصيف حاجه هكا؟ لا صعيب شويه يا جماعه، صعيب شويه في جوان. احنا هو الاوبجيكتيف، الاوبجيكتيف ما توصل انت لجوان كان راهو نظفت الوضعيه نتاعك. هو الحكم في التاس معناها فم امكانيه ينقص الحكم ولا قاعدين تبعوا فيه فما شكون مكلف باش تلهي بهذا الحكايه هذه ولا كيفاش؟ فما محامي النادي اللي هو الاستاذ عبد الكريم العبد هو اللي متعهد بالملف قاعد يتبع فيه، فما امكانيه انه ينقص المبلغ قال شويه؟ بيان سور لا، هذه تسال الاستاذ عبد الكريم العبد تو يجاوبك هو عليها معناها ينقص ولا ما ينقص. اما هما هذوكم المشكله فيهم الخطايا، الخطايا خاطر ماشيه وتزيد ماشيه وتزيد، النهار اللي تزيد توخروا في الخلاص باش يتكلف لك الكونتور اللي هو انتران دو ماركي. فهمت. اما ينقص يمكن ينقص شويه، مش اون ليميت لي ديغا، الغادي اون ليميت لي ديغا. انت تنجموا تحكيوا مع الويام تلقاو فورميل حتى ينقص المبلغ وتخلصوهم بالوقت؟ هذاك احسن معناه احسن سيناريو معناه نجموا نعملوه. ما تروح على الامكانيه هذه ولا؟ ما تروح على الامكانيه هذه. بديتوا تحكيوا ولا؟ صارت محادثات معهم قبل وباش نعاودوا نحيوها. شكون اللي قاعد لاهي بالحكايه؟ هذا يا لوجيكمون باش نتلاقى بها انا من بعد. وحكيت معاهم انا انت ما زلت انا ما بديتش نحكي معاهم خاطر كيما قلت لك عندي جمعه. عندي جمعه من اللي بديت. اما اون فا اونتامي لي ديسكسيون وباش نلقاو حل يوصلنا مو نرتاحوا من الملف هذايا. بالك حكينا على الكونت لي تيج جمهور الكلوب يسال على الاموال نتاع ماتش فيرونا، اسكو تحطوا في الكونت؟ مازال ما تحطوش في الكونت. لا مازال ما تحطوش. اي خاطر الهيئه في بيان لها سابق قالت له 31 نقولوا شنو باش يصير في الاموال هذيك، شنو عندك فكره شنو باش يصير فيها؟ باهي الاشكاليه نتاع ماتش فيرونا اللي هو سيتان ليتيج، سيتان ليتيج، لو ليتيج هذاك ما بينات فيرونا والمتعهد بال معناها لاجون اللي كان معناها وسيط في المقابل، وسيط في المقابل. به اللي صاير هو معناها بالنسبه للاموال هذيك نتاع التذاكر، بالنسبه للاموال نتاع التذاكر يا يرجعوا لهم ليهم والا يتعوضوا. صعيب تو باش يرجعوا لهم والا لا ما هو خاطر لا ولو ان الجماهير اغلبها تطالب تقول لك حطها في الكونت، في الكونت ما تنجمش تحطها وقتها في الكونت في تي اف ليتيش. علاش؟ قانونيا ما تنجمش تحطها، خاطر ينجم تجيني انت تقول لي اعطيني تذكرتي انا ملزم باش نرجع لك فلوسها، خاطر اللقاء ما تمش، لو سيرفيس نا با ايتي روندو. الفرضيه الاقرب شنو باش يصير فيهم معناها؟ الفرضيه الاقرب معناها يا العباد معناها باش يا الجماهير معناها تسترجع الاموال نتاعها وهي تمشي تصبها من بعد في الكونت في تي اف ليتيج، والا ثم دي روسو وقتها ثم دي روسو معمولين يا تبدل انت تحب تبدل تاخو تذكره اخرى نتاع لقاء واحد اخر، خاطر ثم لقاء واحد اخر مبرمج تعوض التيكي هذيك بيونوتر تيكي تخول لك باش تدخل معناها الملعب، والا انت طالب استرجاع المبلغ النقدي هذاك. وقتاش تم الحسم في الموضوع؟ الحسم هذايا خاطر توا الى اون بروسيدور اون كور اللي باش تتم ضد فيرونا. خاطر يا باش تجي وتلعبوا الماتش اللي كان مقرر، والا راهو فما معناها عقوبات معناها ووقتها يتم الحسم في الموضوع نهائيا. شنو هي البروسيدور؟ شكايه للفيفا؟ شنو هي بالضبط؟ بيان سور شكايه للفيفا. وتم ايداعها ولا ما زالت؟ الطرف المتعهد ما هوش النادي الافريقي،
ما شكون الطرف المتعهد سي لاجون، الطرف اللي تعهد كونتراكتويلمون هي النادي الافريقي هو المضر الاول من المقابل. النادي الافريقي راه طرف في المقابله، لازم نفهم الطرف في المقابله ما هوش هو اللي منظم المقابله، لكن صوره النادي الافريقي والوضعيه اللي خلتكم فيها المقابله قدام الجمهور هذيك تحصل معناها لاجون على حكم، وقتها احنا نجم نطالبوا على خاطر بالحق وضعيه وقتها صعيبه، وضعيه صعيبه معناها تضررنا خاطر اونتمون وقتها كان صار اللقاء هذاك ثم مداخيل كبيره كانت باش تدخل وكانت باش ترتحنا من برشا، معناها مثلا تحكي لي انت على ملف مرسير ثم جزء منه تنجم تلقاه وقت صحيح بالضبط، يعني ثم جزء ما احنا من النادي الافريقي المتضرر الاول والهيئه هي المتضرر الاولى رغم العمليه هذيك، خاطر زاد المبلغ خلص معناها فيرونا خلصت، معناها وقع ارسال مبلغ معناها نتاع 40000 يورو معناها باش تخلص فيرونا في الجايين نتاعها لهنا، معناها احنا ضررنا كنادي افريقي. من الحاجات اللي العباد يلموها على شويه على هيئه اليوسف الكلوب في حاجه طول الاموال وهي قامت بانتدابات، حتى الحاجه هذه قلقت حتى الملاعبين اللي خلتهم السبب الرئيسي باش يعلنوا الكريف، ما كانش ممكن تلافيهم فيهم الانتدابات هذا وقت الجمهور ما حاجتوش بالانتدابات وحاجته انه حاجته بالفلوس ويخلصوا القضايا هذم. بون باش نجاوب كونتراكتويلمون، انا باش نجاوب كونتراكتويلمون كي العاده مانيش باش ندخل معك في الجانب بيان سي، مش علاش تحكيو فنيا نحكيو على امور شكليه، المهم الامور الشكليه كونتراكتويل الانتدابات هذه القيمه نتاعها ما هيش مكلفه على حسب العقود اللي انا ريتها، فما شهري فما نتصور فما ملاعبي اجانب نتصور يخلصوا بالعمله الصعبه، نتصور فما كريم تاع الديار، نتصور فما كراها بزاده، فما شهري اما نفس الشهري اللي قاعده تعتاره واللاعبين التونسيين، ما كانش اولا الملاعبيه يخلصوا خير انت خصوصا ما نساوش ما شكون من احباء الافريقي طلب سناب بطوله يطلب بلقب، معناها ثم انشوار او ثم انشوار اللي عملته الهيئه المديره اللي انا ما نجمش نجاوبك عليه توا خاطر يدخل في الرياضي تقنيا انا بهاني قلت لك تقنيا باش نجاوب كونتراكتويلمون كونتراكتويلمون اني اوكين بريم دو سيناتور فماش معناها ما فماش مبالغ فما بريم دو روندمون ما فماش مبالغ، البريم دو روندمون هذاك محددها الجامعه التونسيه لكره القدم وموجود البرامج نتاعها وموجود معناها الفورمول كيفاش كومون تو لا كالكول موجوده هذيك واي نوع نتاع عقد راه موجوده فيه البريم دو روندمون، اما لا ثم بريم دو سيناتور، انا كي قريت لي كونترا وتمدوا لي لي كونترا معناها الاستاذ منوبي مد لي لي كونترا هذوما، كي قريت لي كونترا ما فيهمش بريم دو سيناتور فيهم جوست ان سالير فيكس، لو سالير هذاك معناها ما هواش هاك السالير معناها اللي نفس معناها في نفس المستوى مع اللاعبين التونسيين. ودو جوار اون فان كونت ما هواش هاك اللي معناها ما قمناش بانتدابات كبيره معناها عاودنا جددنا 11 هو المشكل خاطر مربوط الحكايه هذه بالعمل الفني وما عندهم سي في كبير الملاعبيه هذم وما يعرفهم حتى حد وحتى المشاركات نتاعهم قليله، على ذاك الجمهور خلاه يسال، فهمتني؟ سي نورمال من حق الجمهور باش يسال، حق من حقوقه. بالنسبه لخروج غاز العيادي ما كنتوش نجموا نلقاو حل معاه باش ما يخرجش بمبلغ كيما هذاك معناها 360 مليون معناها مبلغ مش في مستوى قيمه اللاعب معناها. هذيك سيت اون نيغوسياسيون صارت مع الهيئه المديره ووقع الاتفاق باش تم ريزيلياسيون دو كونترا بالطريقه هذيك. وهو ربي وجهه خير ويبقى ولد النادي الافريقي. وصلكم عرض الباسيرو مازال؟ لا ما وصلني شيء وما تعرضت لحتى حاجه تخص باسيرو، اللهم معناها خلاص نتاع مستحقاته الماليه معناها اللي طالب بها اللي هو معناها قاره وعندي شهريتين عندي وعنده شهريه من شهريه من عام 2018 الشهريه الاولى معناها قاره وما خلصتش فيها وشهريه واحده اخرى وقعت تسويه الملف معناها في حينيا اي خاطر فما كلمات على عرض روسي يمكن اللي ما توصلنا بحتى عرض توا وما انا ما وصل لي حتى شيء معناها حتى في خاطر اذا تقول انت بطريقه رسميه طريقه رسميه راه يتوجه مكتوب للنادي فقط كلام كهو معناها فقط كلام كهو نجمش يكون يوصل اللي قبلك اسمه منوبي ترودي لا معناها راه اذا وصل منوبي ترودي منوبي ترودي وقت اللي عندي انا اكسيل ميل نتاع النادي ومعناها اذا وصل العرض راني ريتو اما ما ريت حتى شيء انا
ما ريتش حاجه متعلقه بسيرو كومبوري. نزاعات نتاع اسامه دراجي، زكريا العبيدي، بن عثمان، كيف كيف بات الحكم الاحكام فيها، ولا فما امكانيه تنقص الاحكام؟ النزاعات هذوك باش تتم التسويه معاهم، وقاعده ثم توا معناها قاعده محادثات معاهم باش يتم تسويه الملفات هذيك. خاطر لها خاطر اللوبتيك، شنو هي اللوبتيك اللي راهو ما نزيدوش نثقلوا، معناها نثقلوا الميزان نتاع النزاعات بنزاعات جديدة، هذيك الاوبتيك. جوستومون هو الحاجات اللي هما فيكم العباد قاعدة تطلب برشا في هيئة اليونس، من الحاجات انكم عملتوا ديون جديدة مع الهيئة هذه، كيما شباب اطلس خنيفرة، كيما اللي خلصوا الجمهور المسحقات نتاع باسيرو، واليو فيوف فلوسه هو وفلوس الكيب نتاعو، اليوم العبيد الدراجي، هذوما عملتهم هيئة اليونس معناها. وقاعدة الهيئة نتاع اليونس قاعدة تخلص فيهم. معناها ثم كما تحكي لها لولي ضيوف، ولي ضيوف معناها وصلنا مع الحل الامياب، القاعد بارتي بتيت بارتي تخص معناها لاجون نتاعو، تخص لاجون نتاعو هذاك هو. معناها تفهمتوا معاه وباش هو قدم شكوى ولا مازال؟ لا لا، إلا لك دو ريزيليسيون معاه، إلا لك اون اتيستاسيون اللي هو معناها موافق على ريزيليسيون. خذيتوها الواقعية؟ معناها ما فماش حتى إشكالية معاه؟ الإشكالية هاني قلت لك قاعدة في مبلغ يخص معناها لجون بتاعه، ما يخصوش هو كوالي ذوف كلاعب. فهمت؟ أما بالنسبة للاعبين قاعدين يحاولوا معناها كل ملف على حداء أن نتصلوا باللاعب، يا أخويا أنت إيش تحبها، ومعناها إمكانياتنا إحنا شنيا، ونخلصوك هكا، وحتى خلاص جزئي باش ما نزيدوش نثقلوا معناها الميزان، ما تزيدش تثقال معناها الحسبة. فيش تكبر الحسب. موافقين هما هو ولا بقيت ثم اللي يوافقوا ثم اللي ما يوافقوش، ثم اللي لازمك تعاود تحكي معاه وهذيك. شكون اللي عطى موافقته؟ باش نجاوبك توا هذيك معناها انا ما توا ما وصلت ليش معناها الموافقات النهائيه نتاعهم، ما تو نمدك بها والنادي باش يعلن عليها. راهو عندنا معناها نوفيل اوبتيك زاده، معناها كل حاجه راهو باش يقع الاعلان عليها دورين افون، ما عاد ثم حاجه باش تخرب. الأسبوع المنقضي تم البت نهائيا في موضوع ستة نقاط نتاع النادي الإفريقي، تبعتوها القضية مع الفيفا ولا لا؟ هذيك معناها البت نهائيا في موضوع ستة نقاط، احنا لتوا راهو ما وصلنا حتى شيء على البت نتاعها. فهمت؟ معناها كنادي إفريقي كمراسلة رسمية من عند الفيفا ما وصلنا حتى حاجة. نجم حتى نوريك تو الميل. فهمت. نوريك حتى الميل لبواد دو ريسبسيون اللي هي خط الفيفا تاع برميل. لا احنا وصلنا ولا محامي النادي وصل. معناها مازالت فما امكانيه قائمه تاع استرجاع النقاط هذه. لا كوميسيون ديتيك لتو مازالت ما بعثت لنا حتى شيء فيما يخص الملف هذاك. لكن عندكم علم اكيد خذيت ديسيزيون ولا ما خذيتش؟ راهو انا كي نجاوبك حاجه رسميه. اما هذيا معناها علم وغير علم وكلام معناها ما نجاوبكش عليها. يتجب تكون امور اجرائيه نتاع بعثين الديسيزيون تاعهم. لا راهو كل شيء في الاجراءات، احنا ما ضرنا كالاجراءات. تبعوا فين انتم الموضوع؟ فما شكون اللي يهبي الحكايه هذه؟ الاستاذ العابد اللي هو معناها مكلف بالملفات نتاع النادي كمحامي. معناها فما امكانيه مازالت انه تسترجع النقاط هذه؟ اذا مازال ما خلطش شيء ديما ثم الامكانيه. بالنسبه للاموال اللي دفعت خاطر هي العلم خلصت مرتين كما إذا خلاص الدين مرتين هذاك راهو معناها موضوع قانوني بحت، معناها نجموا نطالبوا باسترجاعهم. ما زلت ما طلبتوش معناها زادا؟ لا ما لازمك معناها حتى لين يتسكر الملف نهائيا وتاخذ فيه انت حقك، كان تحكم لفايتك طالب باسترجاع الاموال اللي انت دفعتها دوبلومون. اذا ما تم الحكم ضدك ماكش باش نجم تطالب. معناها سي لا بروسيدور، سي لا بروسيدور اللي تحكم راهو في الاخر. فهمتك. معناها ما عندكش فكره اسكو عندك فكره الاموال دفعت مرتين معناها؟ لا انا راهو معناها ريت تو كي يبدا قدامي التقرير المالي وكيفاش خرجت الفلوس وقتها تو نجيبك. اما الوثائق تقدمت راهو نتاع التحويل البنكي التحويل البنكي، اما هو لعلمك تقول لك انا ما وصلني شيء، كيفاش باش تجاوبها؟ خاطر هو لو اللي صار هو ريالمون اللي صار شنو هو راهو اجراءات بنكيه. اجراءات بنكيه معناها سي لا كونفورميتي نتاع لو فيرمون. الفيرمون احنا نقولوا وصل، هما يقولوا ما وصل، احنا نقولوا تبعث، هما يقولوا ما تبعثش، البنك تجاوبك تقول لك راهو تبلوكا، فهمت؟ يا مشاكك. باهي، بعثت ميساج مالك الملوم وكيل اعمال ولي ضيوف. يقول لي مازال ما فما حد شيء، معناتها ما تمتش تسويه مع ولي ضيوف، وقضيه قدام الفيفا، وفما مازال يحب 100,000 يورو. هذوك يخصوا لاجون تاعو.
مش متاعه هو معناها؟ لا لا يخصه لجون، هو باكيج كامل راه معناها يخصه لجون متاعه، مصاريف التنقل متاعه، مصاريف ليتيكي دافيون، هذوك هما ذاك الشي يخصه. واضح. به نحكيو شويه على بقيه الفروع. سي سامي، سي سامي شنو الوضعيه نتاعها خصوصا فرع الهوند اللي في الجرافيت ديما على طول كيف كيف فيه؟ او سي ان غران سوجي راهو نتاع رياضات القاعات. وانت ولد رياضات القاعات؟ انا ولد رياضات القاعات، توا باش نبدل الكاسكيت ونلبس الكاسكيت نتاع رياضات القاعات نتاع المحب نقولوا باش نتاع المحب نتاع المسؤول اللي كان في رياضات القاعات ونتاع المحب ونتاع رياضات القاعات. الاشكاليه نتاعها الساعه سي لو سبونسور، واذا الفترينه ما تمشيش اللي هي الفوت رياضات القاعات راهي ما تمشيش، خاطر اللي صاير في الانديه الكل راهو معناها كيما تمشي انت تشوف ليتوال، كيما تشوف معناها جمعيات اخرى صفاقس الكل الفوت راهو اللي قاعد يصرف على رياضات القاعات. اذا انت معناها ما عندكش مداخيل قاره في النادي ما تنجمش تصرف على رياضه القاعات، يا تولي انت تعمل على الموارد الذاتيه نتاعك ولا تلوج على عقود استشهار، وعقود الاستشهار بالنسبه لرياضات القاعات ما هيش متوفره. بالحق ما هيش متوفره. انت كي تمشي باش تشوف ان سبونسور بالنسبه للهوند ولا بالنسبه للباسكيت ولا بالنسبه للفولي، تي تروف توت لي معناها توت لي بان دو موند باش تقنعو باش يمد لك ال 20 ولا 30 مليون اللي انت باش تعمل بهم التسيير اليومي نتاعك. خلي اذا نوصلوا احنا الخلاص نتاع شهري معناها كل شهر وكل مبلغ نتاع 70 ولا 80 مليون معناها كل شهر باش توفروا، وانت ما عندكش موارد، وانت معناها الصاله معناها تنجم تعبي 400 500 800، وساعات صورة الإشراف هيك تدز معاك شوية تقول لك هيك 900 عندك 900 بلاصة في الجمهور، قديش معناها ب 9 ملايين؟ 9 ملايين شنو هو معناها اللي باش تغطيهولك أنت ك تغطيهولك كمسير أنت في رياضة من رياضات القاعات؟ هذاك معناها سي تان سوجي راهو لازم معناها حصة وحده.